السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أديس أبابا. اليوم طلعنا من الصباح من الفندق وقلنا نلف شوية حوالين الفندق. طبعا احنا ما بعدناش بعيد، كنا ماشيين على الأقدام. هذه هي المنطقة اللي حوالين الفندق، وبنعمل لفة هنا ووريكم بعض الأماكن وبعض الإعمار اللي صار في أديس أبابا. خلونا نشوف مع بعض، شوفوا كيف مبني الأشياء هنا. ما شاء الله، شوفوا أديس أبابا، روعة المكان صراحة. شوفوا أديس أبابا كيف تطورت. أنا جيتها قبل 9 سنوات زي ما قلت لكم، وما كانتش بهذا الشكل صراحة. تطور فظيع في أديس أبابا، شوفوا جدا روعة المكان. إطلالة حلوة كمان، وهذه الجولة شوفوا فنان. شوفوا كيف زارعين الأماكن، وهذه المولات، شوفوا المولات كلها هنا، المحلات، شوفوا كيف كله هنا، المقاهي، هذا كله في السنتر. شوفوا هذه أديس أبابا صراحة حلوة. قررنا ندخل هذا المول ونشوف، شوفوا هذا المول حقهم في أديس أبابا. شوفوا على الحلاوة، روعة صراحة. ندخل السوبر ماركت، هذا طبعا المطعم، مطعم باب اليمن. شوفوا هنا مطاعم باب اليمن، هذا المطعم الكبير موجود في أديس أبابا. وبعدين شوفوا الموقع اللي عملوه جنب سوق القات، هنا سوق القات وهنا المطعم اليمني. وبما ان اليوم اخر يوم لنا في اديس ابابا، قلنا ناكل الاكلة الشعبية المشهورة في اديس ابابا، وهي الزقني. طبعا اسمها الزقني، فقلنا خلاص نروح ناكل زقني وانجيرة. المطعم طلعنا على المطعم بالاوبر، طبعا في موجود هناك اوبر، طلبنا الاوبر وطلعنا ورحنا على مطعم في اديس ابابا. بالنسبة للتاكسي، مو اوبر، اسمه رايد، انما هو نفس اوبر ولكن الاسم يختلف، اسمه رايد يعني راكب، رايد RIDE. تنزلون الابليكيشن حقه وبعد كذا ممكن تطلبونه في اي مكان في اديس ابابا وتطلعون معه امن وافضل. دخلنا المطعم اثيوبي اليوم، قلنا نقرب تجربة المطعم الاثيوبي، يعني طريقة أكلاتهم الأثيوبية. أول شيء قدموا لنا احنا هذه الشوربة، طبعا هذه الشوربة مبين عليها شوربة خضار. هذه الشوربة شوربة مرق زي حقنا، بس شوية سميكة بسبب انهم حاطين لها شعيرية، يمكن جزر، بطاطس، يعني أشياء كثير حاطين فيها. وبعد كذا طلبنا الأنجيرة والزقني. الأنجيرة هو عبارة عن خبز، مثل عندنا نسميه اللحوح، وعبارة عن خبز مصنوع من طحين التف، أو نحن بنسميه في حضرموت طهف. هذا النوع من الحبوب صحية جداً، بالإضافة إلى الزقني اللي هو عبارة عن مثل الصانونة باللحم أو بالدجاج. فهذا هو الأكلة الشعبية المعروفة في أديس أبابا أو في أثيوبيا كلها. وطبعا الأنجيرة يعتبر من أفضل أنواع الخبز من الناحية الصحية، وهي من حبوب التف مثل ما قلت لكم. ثاني يوم طلعنا من الفندق، فندق كرساي، وطبعا وصلوا نحن هم بسيارة الفندق. طبعا هذه من الخدمات اللي يقدمها فندق كرساي في أديس أبابا. طلعنا الطيارة، وطبعا طلعنا إيجيبت إيرلاين المصرية، الخطوط القوية المصرية. أما بالنسبة لسعر التذكرة من أديس أبابا إلى ألمانيا عبر القاهرة، طبعا نزلنا بالقاهرة ترانزيت، كانت سعر التذكرة 350
يورو. الآن غادرنا أديس أبابا طبعا بالطيران المصري، وبننزل على القاهرة كم ساعة ترانزيت وبنطور رحلتنا. بالنسبة للطيران المصري بصراحة برضو كانت خدماته كويسة، وهذا الخدمة، هذا الأكل بالأصح اللي جابوه لنا إحنا، لأن إحنا غادرنا في فترة الصباح تقريبا، إفطار كان وغداء، يعني تغدينا وفطرنا في الطائرة، لأنه كانت الرحلة تقريبا 4.5 ساعات من أديس أبابا إلى مطار فرانكفورت. وطبعا نزلنا ترانزيت مثل ما قلت لكم، وهذه كانت الوجبة بصراحة كانت جدا ممتازة. عطونا احنا خضار، انا طلبت خضار مع الارز وسندويتش وعصاير، يعني كل حاجة تطلبها يعطوك بصراحة. واهم شيء، اهم شيء اللي موجود واللي عجبني في الرحلة، انه كان في التلفزيون اللي في الطائرة، لانه اغلب الطائرات صارت الان ما فيش، كلهم معطلين، لكن الخطوط القوية المصرية كانت لازال فيها التلفزيون اللي يضيع الوقت في الطيارة. هذه كانت الميزة اللي كانت حلوة في طيران إيجيبت إيرلاين. وبعد رحلة ممتعة ظهرت الأراضي الألمانية، وصلنا بالسلامة. إن شاء الله تكون الرحلة عجبتكم واستمتعتوا معانا في رحلتنا لهذا هذه المرة إلى أديس أبابا. وإن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، شيروه مع الأصدقاء، ونلتقي إن شاء الله في رحلة قادمة وفي بلد جديد. وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وأقول لكم تشيس.